بس هو كلمة بانتومايم بشكل عام معناها التقليد المبهر. في حكاية لطيفة كده قرناها في الكتب، يعني انه بداياته اصلا كانت من ايام الانسان البدائي، انه لما كان الانسان بيروح يصطاد وبعدين بيرجع يحكي لعيلته او يحكي لاهله عمل ايه، فكان بيمثل لهم الحركات اللي بيعملها علشان وقتها ما كانش فيه كلام، ما كانش فيه لغة، ومع شوية ايجو كده خاصة بالانسان يعني، فكان بيكبر الحركة ويزود الحاجات اللي بيعملها. في 2011 اتعرفت على صفاء، كنت بعمل عرض وكان معايا ممثلة اعتذرت، فحد رشح لي صفاء وقعدنا نشتغل مع بعض 5 سنين، نعمل تقريبا كل شهر عرض. وبعد 5 سنين قلت لها ما تيجي نتجوز يا صفاء، قالت لي يلا بينا نتجوز. قرار جنان شويه بس هي حصلت، وخدنا قرار في 2015 واتجوزنا في شهر تقريبا، حاجه كده صغيره يعني. الفرق الوحيد قبل الجواز وبعد الجواز، احنا كنا دايما طول الوقت قبل ما نتجوز بنقعد سوا ونخطط سوا، بس دايما تيجي مثلا الساعه 10 11 فكل واحد محتاج يروح عشان نتقابل بكره. قررنا ان احنا نتجوز علشان الشغل يبقى اكثر واقعيه، يعني لو سافرين سوا نبقى عارفين نقعد مع بعض، لو متاخر سوا محدش يقول لنا بتعملوا ايه، بقى عندنا فرصه اكتر ان احنا يبقى نفس البيت بتاعنا هو الاستوديو اللي نقدر نعمل فيه بروفاتنا ونشتغل فيه، بدل ما بنقعد نتشحطط وندور على مكان عشان نعمل بروفه. الموضوع اتحول من صحاب لان احنا دلوقتي عندنا شراكه في الحياه، بنعمل حاجات كتير سوا مع بعض، وده مريحنا اكتر بكتير. احمد قال لي بحبك بالبانتومايم وقال لي بحبك بالكلام، واحنا مش محتاجين نقول لبعض يعني، احنا اوريدي في حاجات ما بيننا عظيمه يعني. البانتومايم هو الساحر بالنسبه لنا، هو اول حاجه احتوتنا في المسرح. احنا كان انا وصفاء يعني كان عندنا نفس المشكله، وما كناش نعرف انه كنا بنخاف نتكلم على المسرح. اسهل من بالنسبه لنا اسهل من الكلام، لانه الصوت عندنا، انا لما بعمل العرض متكلم شويه بتعب في موضوع الصوت والاداء والكلام والنفس والحاجات اللي بتحصل دي. لسه السحر بتاع المايم بتاع الفراغ اللي بقدر اجسده. احنا بنعمل حركات، يفتح كل يفتح الحاجات اللي موجوده، ومنها كمان المشاعر اللي هي حران، متضايق، مبسوط، ساد، زي الماجيك كده، انه انت بتخلق من الفراغ صور كتير واحاسيس كتير والناس بتشاركك فيها. يعني بداية ما اتجوزنا كنا شوية أقرب للشغل أكتر من كده، كنا بنروح في كل حتة بنسافر، يمكن كمان ضغط الشغل كان زاد قوي بحيث إن احنا دايما مع بعض موجودين باستمرار. وقت ما ابتدينا يعني البيبي ابتدى يجي، ميمي الأول بعدين كاندي، بص أنا انشغلت طبعا بالبيت، وده خلاني شوية أخد أجازة. أول ما صفاء بتبقى موجودة معايا على الخشبة، أنا شخصيا بحس إنه فوم، يعني الماكسيمم بتاعي بيطلع وطاقتي كلها بتكتمل، وبحس انه انا عندي قدره انه اقدر اوصل حاجات كتير قوي للناس، ويعني مش عارف بس كده.